السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم رياضيات للصف السادس الابتدائي. راح ناخذ تمرينين ذني الثالث والرابع من صفحة 106 من موضوع التقسيم التناسبي. ذني الثالث والرابع مهمات ووزاريات. ثالثا، وزع صاحب محل 450 علبة مسحوق غسيل على صندوقين بنسبة 4 إلى 5، فكم علبة وضع في كل صندوق؟ هذا موضوع التقسيم التناسبي. يلا عيني، موضوع التقسيم التناسبي. زين، أول مرة عندي بنسبة 4 على 5، إيش نكتب؟ نجمع، يعني نطلع مجموع الحصص. أقول 4 زائد 5 يساوي لنا 9. هاي شنو هاي 9؟ مجموع الحصص. من يعطيني هي السؤال 4 نسبة إلى 5؟ شو أقول؟ نجمعهن ذني 4 زائد 5 يطلع لنا 9 مجموع الحصص. هسه نقول 450 هو مطينا العدد 450، نقسمه على يمن، نقسمه على 9، يعني على هاي المجموع الحصص اللي طلعت، المجموع الكلي يعني 450 على مجموع الحصص، يعني نقسمه 450 نقسمه قسمة طويلة، هنا 9 وهنا 450. 4 كم 5 كم 9 ما بيها، 45 كم 9 بيها 5، 5 في 9 45. أبدأ أطرح 0 0، الصفر هنا نزله هنا ونزله فوق، إذا شقد طلع لي؟ طلع لي 50. زين، هسا راح أطلع حصة الصندوق الأول وحصة الصندوق الثاني. أقول حصة الصندوق الأول يساوي لنا، طلعنا 50، راح نضرب 50 في، يعني أول مرة نجمع وبعدين نقسم وبعدين نضرب، 50 في 4، نضرب 50 في 4 يساوي 0 5 في 4 20، طلع لنا 200. هاي شنو؟ 200 هاي حصة الصندوق الأول. وحصة الصندوق الثاني، حصة الصندوق الثاني يساوي لنا 50، أنزلها لأن قسمت 450 تقسيم 9، 50 في 5، لأن ضربت 50 في 4، هسه 50 في 5، 50 في 5 ويساوي لنا 0 5 في 5 25، طلعت 250، طلع الناتج هاي حصة الصندوق الثاني. هذا السؤال الأول الوزاري. زين، نجي على السؤال الثاني. يقول قطعة أرض، هذا رابعا، قطعة أرض مستطيلة الشكل، نسبة طولها إلى عرضها 5 إلى 3، فإذا كان محيطها 160 متر فما مساحتها؟ يلا عيني، هذا قطعة أرض مستطيلة الشكل، مطين طولها وعرضها 5 على 3، يعني شو أقول؟ أقول النسبة تساوي، أو بدون النسبة نقول طولها على عرضها يساوي لنا 5 على 3، طولها إلى عرضها، ومطين إياها بالسؤال، هنا الحل، طولها إلى عرضها 5 على 3. أقول محيط المستطيل، محيط المستطيل يساوي لنا الطول زائد العرض في 2، الطول زائد العرض في 2. زين، أقول الطول زائد العرض، الطول زائد العرض يساوي لنا نص المحيط، نص المحيط. أقول الطول زائد العرض يساوي لنا نص المحيط. إيش قد مطيني إياه؟ المحيط 160، يعني نص في 160، أخلي ال 160 واحد، نختصر على 2 بيها 1، 16 على 2 بيها 1 ويساوي 8، ويساوي لنا 80، طلعتها 80. زين، هسه طلعت الطول زائد العرض يطلع لنا 80. أقول هسه يلا أبدي تقسيم تناسبي. مجموع الحصص نجمع 5 زائد 3، هو جاي نسبة إلى عرضها 5 إلى 3، 5 زائد 3 يطلع لنا 8، يطلع لنا 8. زين، نقسم 80 تقسيم 8 يطلع لنا 10، 80 تقسيم 8 يطلع لنا 10. زين، هسه أقول 10 نضربها في 5 مرة، ومرة نضرب 10 بـ3، 10 في 5 يطلع لنا 50. هاي شنو؟ هذا الطول. زين،
وهم نضرب 10 في 3 يطلع لنا 30. هاي طلعت شنية؟ طلعت العرض. هسه ايش بقت لي؟ بقت لي المساحة. لا يقول لي فما مساحتها؟ المساحة راح اكتبها هنا. المساحة اقول مساحة المستطيل، مساحة المستطيل يساوي لنا الطول في العرض. يعني نضرب الطول 50 في 30، نضرب 50 في 30، الصفرين ينزلن، 5 في 3 15، طلع لنا 1500 متر. 1500 متر. عيني تقسيم التناسبي. تمارين صفحة 106، وإن شاء الله التوفيق.